أكثر من 350 ألف نسمة تعاني من غياب كامل للخدمات في ناحية النهروان التي تفتقر لكل شيء تقريبا. يقول الأهالي أن منطقتهم منسية من قبل الحكومة التي لم تستجيب لمطالبهم رغم مرور 7 أيام على تظاهراتهم التي تم تصعيدها حتى وصلت إلى قطع الطرق. هاي المدينة تعدادها السكاني 350 ألف نسمة تعاني من أبسط المقاومات واللي هي المي، يعني مي 20 يوم و 15 يوم. أسألك بالله وين احنا؟ أفريقيا أرحم من يمنا، بنا تحتية بس هذا الشارع، شيلوا جيبوا حطوا رصيف. أما المناطق اللي جوا طب لها عجيب غريب، على مدار 30 سنة هي تراب. احنا ناس سلميين، احنا ناس نريد نبني، لكن بالتالي طلعنا تظاهرات سلميه ووقفنا جوبهنا بعدم استجابه من قبل الحكومه المركزيه المتمثله برئيس الوزراء. فاحنا الان مضطرين للخطوه التصعيديه انه نقطع شارع الطريق بين المحافظات وبغداد اللي بجسر دياله. هذه الخطوه راح نقومها ايضا بالسلميه على مود يوصل مطلبنا. فيما بدأت عدد من العوائل بالهجرة من الناحية بسبب ما يعانوه متهمين نواب المنطقة ومسؤوليها بأن همهم الوحيد هو المصالح الشخصية. صفر خدمات ماكو، ميتة. هاي خدمات الله عليك خدمات بالقران موتينة قورعنة الهجبة بيوتنا. بيت البيت كان بالثلاثين مليون، القطعة بثلاثين مليون. هذا البيت كامل تدري بيش؟ ب15 مليون بسبب النواب يضحكون علينا بسبب هاي الخيس. حش السامع هاي خيس جيفة، ما أمراض هاي كلها أمراض، بس عالم تخاف ما تطلع، عالم مولية خدرانة تعبانة مرضى. أولا حتى المسؤولين اللي يجيبونه يفرون على الشارع منا خاف يشوف أحد، ما يجيبون هاي الوساخة ويشوف هاي الفقرة. طبعا إحنا منفيين بالمناسبة، هاي المنطقة يسمونها التجاوز منفيين، منطقة النهر بصورة عامة منفية ما حد يدري بيها. المسؤولين اللي يجي يفرون مناك يطببونه يضرب ويطلع، ما يدري حسابك هل قد روح. لا أحزاب يشتغل ولا كل شيء يشتغل، كل من حط بجيبي، ماكو لا فلان ولا ولا رقيب ولا محاسبة ولا أي شيء عليهم، هاي انتهينا منها. مع مرور الأيام واستمرار المعاناة تحولت مدينة النهروان التي كانت جاذبة للعوائل إلى منطقة طاردة للسكان فيها بعد غياب الخدمات عنها بشكل كامل. من ناحية النهروان حسن الشمري، التغير الفضائي